تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، عقدت جمعية دار الكتاب المقدس لقاء خدام الرعاية الثاني في بيت الزيارة بعمان تحت عنوان المواطنة وطرق مخاطبة الشباب المعاصر. حضره عدد من الشخصيات البرلمانية والرسمية وكهنة الرعاية من مختلف مناطق المملكة. وألقت الدكتورة ماجدة عمر مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية كلمة أكدت فيها ضرورة بناء جسور المعرفة والتواصل مع الشباب وانخراطهم في المجتمع، خاصة في ظل تنامي ظاهرة التطرف. لابد من تشجيع انخراط الشباب في المجتمع بدلا من انعزاله وسلبيته، فلا بديل عن تمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم من أجل مشاركة أكبر في صنع القرار في مجالات النشاطات الإنسانية التي تؤثر في حياتهم، فهم الفئة الأكثر تقبلاً للتغيير والتجديد والتعامل بروح مبدعة. ولا يمكن أن يتغير الإنسان بفرديته إلا بتغير البنية الاجتماعية التي ينتمي إليها. نحن بحاجة إلى تغيير الوعي ورؤية الواقع بمنظور يمكن الأفراد والمجتمع من إطلاق إمكاناتهم. ومن جهته أشاد القس سامر عازر راعي الكنيسة اللوثرية بضرورة الحوار الذي يبني الجسور بين أصحاب الدين الواحد أو بين أتباع الديانات الأخرى. نعم، بالحوار انتقلنا وننتقل من النزاع إلى الشراكة وإلى التعاون في خدمة اللاجئين وإلى تفاهمات عديدة نأمل أن تتوج بالشركة المقدسة. عنوان اللقاء هذا المواطنة وطرق مخاطبة الشباب المعاصر، عنواناً مستوحاً من واقع التحديات المعاصرة وما أكثرها. فموضوع المواطنة الصالحة والخضوع للسلطان هو أيضاً أمر كتابي، فالحكام هم خدام الله للصلاح بقول بولس الرسول، وهم ليسوا خوفاً للأعمال الصالحة بل للشريرة. لذلك يعلم بولس الرسول قائلاً كما سمعنا في قراءة اليوم: لتخضع كل نفس للسلاطين، لأنه ليس سلطان إلا من الله. كما ألقيت العديد من الكلمات، بينها كلمة النائب نبيل الغيشان الذي أكد فيها على دور المواطنة ودور الحوار في بناء الفكر السليم الصحيح. المواطنة طبعا هي عقد اجتماعي بين الدولة، بل بين المواطن، بين الإنسان وبين دولته، يعني هذه هي الفكرة الأساسية. الدولة التي تخدم مواطنيها هي الدولة القوية، الدولة التي توفر العيش الكريم هي الدولة القوية، هي الدولة العادلة، هي الدولة غير الخائفة. أيضا الديمقراطية هي الفكرة التي توسع شرعية الأنظمة السياسية. بدون الديمقراطية لا يمكن لنظام سياسي أن يأخذ شرعية إلا بالديمقراطية وتداول السلطة، هذه هي القضية الأساسية. وقدم مدير جمعية دار الكتاب المقدس منذر النعمات موجزا عن نشاطات الجمعية وفعالياتها ودورها في التواصل مع الجميع بكل فئاتهم.